السلام عليكم شباب، رجعنا لكم بفيديو جديد. وهالمرة عندنا هاي اللابتوب الايسر مثل ما تشوفون. هاي اللابتوب موديلها مثل ما ظاهر امامكم بالشاشة. هاي اللابتوب تربطها بيها الشاحن، هاي الشاحن نربطها، ماكو اي ردة فعل ولا حتى ضوء الشحن ما يشتغل. نجي نتأكد من سلامة الشاحن قبل ما نبدي. هذا الملتي ميتر، نطالع وضع الفولت. مثل ما تشوفون الشاحن ينطي 19.6 فولت. نتأكد من سلامة مأخذ الشحن أو سوكت الشحن بالطريقة اللي دائما نتبعها، وهي أنه نجيب الملتيميتر نحطه على وضع الجرس. الأرضي أو السالب، الطرف السالب نحطه على الطرف السالب مال السوكت بهذا الشكل، والطرف السالب الآخر على أي سالب على اللاب، يعني على أي سوكت أو مدخل آخر. مثل ما تشوفون الطرف السالب سليم. نجي نحط الطرف السالب أيضا مع الموجب مال السوكت ونشوف قراءة الملتيميتر. أكو عندنا مثل ما تشوفون ريزيستينج أو مقاومة أو أومية. هاي المقاومة اللي جاي يبديها طرف الموجب مع الأرضي، دلالة على أنه طرف الموجب أيضا سليم وموصول مع المذربورد. إذا مشكلتنا مو مشكلة سوكت، على الأغلب مشكلتنا بالمذربورد. فخليه نفكك اللابتوب ونشوف شنو مشكلتها. خليكم ويانا. قبل ما نقوم بتفكيك اللابتوب جبت شاحن آخر، فخلينا نربط الشاحن الآخر ونتأكد راح ناخذ مثلا ردة فعل مغايرة أو شيء يختلف لو شاحن نهائيا ما له علاقة. لأن مرات الشاحن ينطي فولت بس يكون به مشكلة معينة تؤدي إلى عدم عمل الجهاز. مثل ما تشوفون الشاحن الجديد شغال، فنربطه أيضا. مثل ما تشوفون ما اشتغلت اللدات عندنا مال الشحن، وفي حالة الضغط أيضا على زر التشغيل ماكو أي استجابة. اللابتوب ميتة بشكل كامل. خلي نفكك اللابتوب سوا شباب ونشوف شنو ممكن يكون سبب موتها. فخلي نبلش على بركة الله. مليانة براغي، مليانة. يا شباب فككنا القفل الخلفي، شوفوا لي هذه الوصلة قاعدة ببطن الفان. على العموم مو مشكلتنا هاي. خلينا نجي نربط الشاحن مرة أخرى باللابتوب. ربطنا الشاحن. هذا الملتيميتر مثل ما تشوفون أمامكم، ناخذ أرضي من أي مكان وليكن هذا المكان. مثل ما تشوفون 19 فولت عندنا على السوكت، وهذا الموسفت الاول، وخرج الموسفت الاول ايضا بفولت. الفولتية واصلة على المذربورد. خليني نجي نتأكد عن طريق، شوفون هذا البور سبلاي اللي هنا عليه فولت، البور سبلاي الاخر اللي هنا عليه فولت، البور سبلاي الاخر هنا عليه فولت. الفولتية واصلة عندنا على المذربورد بشكل كامل، ولكن اللابتوب ميتة بشكل كامل. شنو التصرف بهاي الحالة شباب؟ اول خطوة
ونقوم بها، راح نصفر البايز، نجي نرفع بطارية البايز بهذا الشكل، وورا انتزاع بطارية البايز نلامس الأطراف الزائد والموجب الخاصين بالسوكت، حتى إذا أكو مكثفات قريبة بها شحنات تتفرغ بشكل كامل. هسه بعد ما صفرنا بطارية السيموس يفضل ننتزع البطارية الرئيسية، هاي البطارية الرئيسية ننتزعها حتى نضمن عدم وصول أي شحنات إلى السيموس. نرجع نفرغ الشحنات مرة أخرى بعد انتزاع البطارية الرئيسية. حاليا ضمننا أنه البايز تصفر بشكل كامل، نجي نربط الشاحن مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، ربطنا الشاحن، نجي نشغل أو نحاول نشغل. بسم الله، اشتغلت اللابتوب مثل ما تشوفون شباب، هاي عرضة صورة أيضا. مشكلتها قفلة بالبايز فقط، خلينا نتأكد. خلي تفتح اللابتوب، مثل ما شفتوا اشتغلت اللابتوب عندنا. طبعا هنا المثبتة مع الهارد ديسك منزوعة من مكان آخر، نرجعها. زين، هسه حلينا المشكلة وعرفنا انه المشكلة هي فريز بالبايوز. خلينا نشوف الفولتية اللي موجودة على البطارية نفسها الخاصة بالبايوز. مثل ما تشوفون عندنا 3 فولت، اذا البطارية سليمة، بطارية السيموس سليمة ما تحتاج تبديل. لو كانت فولتيتها ناصية وجب استبدالها حتى لا تكرر الحالة، لأن مرات يكون ضعف البطارية الخاصة بالبايز سبب بهذا النوع من القفلات، وممكن يكون سبب القفلة مثلا صاحبها يتركها شغالة ويتدخلها بوضع الهايبرنت، وبعدين يصير فد إشكال معين يؤدي إلى قفلة بالبايز. كثير أسباب ممكن تسبب هذا الفريز بالبايز. تم ارجاع البطارية محلها مثل ما تشوفون، ربطنا الشاحن وضوء الشحن جاي يشتغل عندنا بشكل طبيعي، واذا حاولنا نشغلها مع وجود البطارية فخلينا نشوف النتيجة. هاي دسنا زر التشغيل وضوء التشغيل اشتغل عندنا مثل ما تشوفون. خلينا نشوف الصورة، صفر عندنا البايوس، طفت اللابتوب واشتغلت. ومثل ما تشوفون عرضة صورة بشكل طبيعي. رجعت طفت مرة أخرى واشتغلت مرة الأخ. مثل ما تشوفون اللابتوب شباب شغالة بشكل طبيعي، وهاي إشارة الشحن أيضا ظاهرة. وبس بايز، ما عندنا كان تفاصيل كثيرة بهذا الفيديو. مثل ما شفتوا المشكلة طلعت بسيطة. هذا كل شيء اللي عندي في الفيديو اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. كان معكم سيف قدام من قناة قدام تك، في امان الله شباب.